الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. اليوم جملة ما وصل إلى المديرية 11 طن بإذن الله، النهاردة 3 طن، ودية الدفعة الرابعة إضافة إلى 3 دفعات أخرى. يتم التوزيع إن شاء الله طبقا لتعليمات معالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجا. الآن معنا مندوبي الإدارات، الكل حريص إن شاء الله على التوزيع فور التسليم مباشرة. وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة اليوم الخميس 27/8/2020 وصلت الرسالة الرابعة من سكوك لحوم الأضاحي بحمولة 3 طن، وسبق وصول المديرية 8 أطنان ليصبح إجمالي ما تم وصول المديرية أوقاف المنوفية حتى اليوم 11 طن. الحمد لله رب العالمين، خلق الكون بقدرته ودبر شؤونه بحكمته، ولا حركة ولا سكون إلا بإفق علمه وإرادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. بداية كل عام وأنتم بخير. اليوم الخميس الموافق 8 من شهر المحرم 1442 هجرية 27/8/2020 تم تسليم مديرية أوقاف الجيزة 4 طن من لحوم سكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم سكوك الأضاحي 17 طنا يتم توزيعها حسب توجيهات معالي السلطة الكل الوزير على الأسر الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الخميس الموافق 27/8/2020 الدفعة السادسة من لحوم الأضاحي وقدرها 4 أطنان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية عن طريق الإدارات الفرعية وعن طريق اللجان التي أعدت لهذا الغرض. هذا وقد تسلمت مديرية أوقاف القليوبية قبل ذلك 13 طن من لحوم الأضاحي ليصل إجمالي الكمية المستلمة 17 طن بمشيئة الله عز وجل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجزي القائمين على هذا المشروع خير الجزاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.